الله يعطيكم العافية ويرضى عليكم. الله يعافيك. الله يعافيك. خلينا ياك. خليني ياكم إلهي. تعرفي شو؟ ما حسيته مهتم فيي أبدا. ليش بقى؟ يعني ما شاء الله عنا شو بياكل، مهتم بالأكل وبس، لك تطليع فيها ما تطلع، حتى ما لمح على شيء. كيف ما لمح؟ ما سمعت إنه قال لقى العروس بده يتجوز عن قريب؟ إيه مزبوط هو قال، بس بلكي قصده على وحدة تانية غيرها. لا ولو ما بظن هذا الحكي. بعدين تعال أقول لك، وين هي الوحدة؟ هلا صار لها معه شهر، ما سمعت عنها ولا سمعته عم يحكي معها؟ هلا أنا بالنسبة لإلي بتمنى، بس أنتِ لا تشجعيها كثير على الفكرة، لحتى يبين منه شيء واضح يعني، من شان ما تنصدم. يعني ما صار لها زمان طالع من صدمة أبوها. أوكي، نبهها. مع إنه بصراحة مالي مقتنعة بتحليلك أبدا. يا حبيبة قلبي، الحذر واجب. بدي أسألك هلا لما معتصم بحبوا بعض؟ مزبوط، شو عرفك؟ مبين من عيونهم كيف بيطلعوا ببعض. الحب ما بيخبي حاله، ما هيك؟ لك أكيد ما بتسمعي شو بيقول لك المثل، الثلاثة ما بيخبوا حالهم، الحب والحبل وركوب الجمل. مزبوط. مرت عمي، يلا تعي صار الشاي. يلا بنتي. وهي أطيب أرجيلة، يعقوب بتأرجل؟ لا لا إطلاقا ما بحب بنوب. معناتها بيني وبينك الأرجيلة؟ تكرم عينك. أكيد الشاي أطيب لأني أنا عملته. يعني بعتذر، أنا آسف مو على الشاي يعني، بس بعتذر ممكن أحكي تليفون وأنا بروح أحكي. إيه أكيد. خذ راحتك. رح لبكك معتصم ماشي. ألو؟ إيه؟ لا بس أنا معزوم على الغداء عند جماعة. شلون امشي يعني؟ لسه ما خلصت اكل احمل حالي وهو هلا خلصت. شو هالتليفون السري اللي بيخجل يحكي قدامنا؟ بركي عم يحكي مع اهله. ايه؟ ايش مو قلتي ما بيحكي مع اهله؟ ايه صحيح ماما، انت ضروري كانت تحجي تسالي السؤال. لك بنتي مشان يبين انك ما حكيتي لنا شيء. طيب. هلا بجوز يكون عم يحكي مع حبيبته، مو هو قال انه في وحده بيحبها ملاقيها وبده يتجوزها؟ لا ما بظن، اكيد عم يحكي مع رفقاته بالسكن. هلا نحن شو بدنا فيه؟ مع مين ما بده يحكي يحكي. ايش ايش؟ هلا اسف، اسف كثير، شكرا. ما اشتغلت؟ بلا هلا عم شغلها. طمنا كيف شغل بالورد اخ يعقوب؟ منيح، يعني انت حكيتها بتم مع الورد. ما في احلى من الشغل مع الورد والشجر والالوان والريحه الطيبه. صدقني لما بطلع من المشتل بحس حالي بمناخ ثاني، ولما برجع احساسي بكل شيء بيختلف، يعني كل شيء له علاقه بالطبيعه. يا ما بدك تصير تحكي عنه وتوصفه، تصير تحكي عنه هيك بطريقه شعريه، بتتحول فنان، يمكن ترسمه، يمكن تدندن له موال، يمكن تكتب له شعر. ليش انت بتكتب شعر؟ طبعا، وعندي ديوان. ولحتى اكون صريح معك، بتتذكر لما كنت عم صورك بين الورود وانت عم تضحكي وما بي الدنيا كلها بس ما تضحك؟ كتبت فيكي قصيده شعر. فيني انا؟ لك ايه فيكي انت. شفت؟ لموش حبيبتي قومي جيبي لنا الحلو الفواكه. ايه على عيني؟ لا 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 لا، اذا مشاني انا مضطر امشي. ليه؟ لسه بكير. والله لا يمل، بس يعني خلص. بعدك ما شربت الشاي؟ ان شاء الله دايما اكلت عنكم وعني. مو وعدتني تروح معي على المحل؟ خلص غير مره. انا برايي تركي لا تضغطي علي يعني، خليها ياخذ راحته. شكرا شكرا. يلا من عاده. ها اكيد اكيد. يلا باي. الله معك. مع السلامه. الله معك. عن جد آسف الهول، بس مضطر امشي، لا تزعلي. بسيطة. باي. باي. بالمناسبة الأكل كان كثير طيب. صحتين. سلمي على ماما. باي. يعني غريبة هيك قمتوا فجأة ماما. أبصر شو صار ماما. شو؟ كيف شفتوا لي هالشر؟ مبين انه آدمي، بس وضعه ما كتير عاجبني. ليش؟ بنتي ما بدي اعرف ليش مزعل اهله كل هالوقت. ما بتعرفي شو ظروفه. وانت معتصم كيف لقيته؟ يعني ما شربنا لنعرف خيره من شره. صحيح ليش ما قرانا القصيدة اللي كتبها فيكي؟ يعني معقول يقراها هون شو هو عامل امسية شعرية؟ بس يقرا لك اياها، ابي خبريني. خدي خالتي ارجلي. ليش حاسستك ما حبيته؟ هلا امينه من هالموضوع، خلينا نروح نشوف المحل يلا.
اي يلا اشتغلت يلا. خاطركم الله معك. الله معك حبيبي. خالد عمي ايه حبيبي شو رايك اني وياكي نحضر مسلسل؟ جا على بالي قوم اجلي الجليات. لا مرت عمي الله يخليكي هلا بس اقطع الكهرباء انا بجليه مثل ما بدك. يلا هيك انا بدي اياه بالضبط. ممتاز. هلا انا فيني اعرف الحقيقه ليش انت بدك تفتحي محل ورد بالذات؟ ولا شيء، حبيت الشغل بالورد قلت بفتح محل. وانا كمان حابب صدقك يعني. والله ما في شيء. هلا انا بمون عليك انصحك نصيحه. ايه طبعا. لا تبيني له ليعقوب انك انت كثير مهتمه فيه. مهتمه فيه؟ ليش انا مهتمه فيه؟ ايه على الغدا كان مبين انك انت مهتمه فيه، وللاسف هو مو مبين انه مهتم. كيف يعني؟ هلا اذا بدك تسمعي نصيحتي اسمعيها، ما بدك انت حره. طيب ماشي، خلينا نمشي. طيب شو مشان المحل؟ حبيته كثير، يا ريت نكون فاتحين من هون لعشر ايام. كثير منيح، خلص من بكره بنعمل العقود وانا بساعدك بتظبيط المحل. يسلموا ايديك، عم عزبك معي. حالة بس ما تكوني زعلتي مني هون. من شو بدي ازعل؟ لاني نبهتك مشان يعقوب. لا لا عادي. صباح الخير. صباح النور. اهلين. بس اجيت اعتذر عن التاخير لانه كنت بالبلديه عم بعمل العقد تبع محل الورد. اهلا ولا يهمك، انا انشغل بالي عليك كثير مشان هيك اتصلت فيك. اسفه كثير عن جد ما قدرت ادير التليفون، كنت كثير معجوقه. خلص بسيطه، هذه الشغله هون. لا لا مشغوله كثير، عندي كذا تليفون لازم اعملهم ضروري. طيب براحتك. باذن. هلا. نعم. فتحتي الفيس امبارح؟ لا، ليش؟ بعت لك القصيدة اللي كاتبها فيكي. عن جد؟ اليوم أول ما أروح على البيت بفتح الفيسبوك وبقراها وبعطيك رأيي فيها. أوكي. بالإذن. الله معك. طيب كيف ما بيحبني؟ إذا اليوم بس تأخرت شوي دق لي. بجوز مشان الشغل. أو بجوز لا. طيب وهي بعت لي القصيدة اللي كاتبها، ليش ليكتب لي قصيدة إلي إذا ما بيحبني؟ يا ترى ليش معتصم ولما هيك شككوني فيه؟ طيب معتصم بفهم لأنه ما بيعرف التفاصيل، بس لما نما يلي بقلها شو عم بيصير أول بأول، ليش هيك صارت تخوفني منه؟ مرحبا. اهلين. تفضل. لا شكرا، بس جاي بدي اسالك سؤال حقيقة. تفضل. هلا انت صحيح كنتي عندي بالمكتب عم تضحكي وعين الله حولك، بس ما بعرف حسيت هيك بشي شاغلك او زعجك. لا ابدا ما في شي، بس هيك مشغولة بموضوع شخصي. بقدر ساعدك بشي؟ للاسف لا. خليك تفضل. لا بدي روح شوف العمال اذا خلصوا قطف ولا لا. طيب هلا شوي بالحق. اوكي. يعني لو مانو مهتم فيني كان بيجي ليشوف ليش زعلانه؟ اكيد لا. لأقوم الحقه احسن شيء، والله حاسه حالي كثير اشتقت له. طيب لو اشتريت سيارة مو أحسن من هالمحل؟ على القليلة كانت وصلت أبكر وأحسن من شنطة التكاسي. لا يا أمي هيك أحسن لها، الشغل مع المحل بيعبي لها وقتها وبينسيها تفكر بوحدتها وحزنها أبوها، يعني بتغير جو. عادي. ها ليك وصلت. مرحبا. أهلين يا أمي. الله يلا جاي حبيبتي. يلا حبيبي. وين رايحة؟ جاي جاي. وين؟ شبهها؟ أبصر شبهها.
تتبسمين فتمحو ابتسامتك سوادا رسمه حزن الفراق، تتنسمين فينثر شعرك عطرا يمحو عبق تلك الزهور، تتمايلين فيحرك خصرك السنبلي الخصب كل ذكورة الأرض العشفاء، تتفوهين فينطق ثغرك ما لا تنطقه كل إناث الأرض لطفا بذي اللب، فكنت تسلبين منه ما يشغل. هلول، هاي قصيدة بسيطة كتبت فيك وهي جزء من ديوان، رح أعمل أمسية قبل نشره، وأول ما أنشره رح أديك نسخة. على فكرة القصيدة سميتها حسناء زهراء. مرحبا. حبيبتي بصراحة بدي أسألك كذا سؤال مع بعض. أول شغلة، ليش فتي مستعجلة؟ تاني شغلة، ليش كل هالقد مبسوطة وعم تضحكي؟ وثالث شغلة وهي أهم شيء، إمتى بتحبي تشرفينا على الغداء لأنه رح نموت من الجوع؟ طولي بالك. سؤال أول جواب، فتت مستعجلة لأن يعقوب قال لي إنه بعت لي القصيدة على الفيسبوك، ففتت بسرعة لحتى أقراها. تاني جواب، أنا مبسوطة كثير لأنه القصيدة رائعة بتجنن. ثالث جواب، رح أطلع أتغدى معكم بس لحتى تجي تقري القصيدة. تفضلي. لا لا، بعدين نقراها، هلا قومي خلينا ناكل. يا الله، لما شبك من امبارح معك طايق أجيب لك سيرة يعقوب، كأنه أنت ومعتصم بتعرفوا شي عنه ومخبينه علي. لا حبيبتي ما في شي، بس أنا عن جد جوعانة. خلص يا ستي منقراها بعدين نتغدى. هاتي بشو. ما انتبهتي شو كاتب آخر شي؟ شو كاتب؟ لطفاً بذي اللب فكنت تسلبين منه ما يشغله. ايه شو يعني؟ شو يعني؟ يعني حبيبتي هذا قلبه مشغول بحدا تاني، وحضرتك اجيتي رح تنسيها. هلا انت هيك فهمتيها؟ والله؟ ليش انت شلون فهمتيها؟ ما بعرف. طيب، فكري فيها كتير منيح، بس طبعاً بعد ما نتغدى. يلا حبيبتي قومي. يلا سبيني أنا جاي. على فكرة ما أنا حستناكي أكتر من هيك؟ هلا لما، لك بنتي شو صار معكم؟ رحت تنادي لها وعصيتي جوا، وينها؟ يلا جاي. يلا. إجت مستعجلة، ليكون صاير معها شيء. لا مرت عمي ما صاير معها شيء. لكن شو؟ بس بدها تبعت اسعار طلبيات ورد على الفيسبوك. غسلتي؟ ما غيرتي ثيابك كمان؟ لا ما رح اغير ثيابي، بدي اروح شوف مهندس الديكور مع معتصم. ليش معتصم جاي لهون؟ هلا جاي على المحل بس على البيت ما بعرف. يلا أمي دخلها من الجوع، نحن ناطرينك. يلا 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 أمي. أسكب لك شربة؟ هاتي. لا أسكب. إيه ما تكتري. مرت عمي بدي أقول لك شغلة. شو حبيبتي؟ في حدا بكرة بده يجي يطلب إيدي منك. يطلب إيدك؟ إيه مني أنا؟ بس يا بنتي خوالك موجودين. ايه بس مرت عمي انا بدي اياه يطلب ايدي منك، ما في حدا بوثق فيه غيرك. يا حبيبة قلبي يا لموش، بس مين صاحب الحظ السعيد؟ معتصم. معتصم؟ ابن اختي؟ من ورائي يا ملعين؟ بس مفاجأة حلوة ما؟ أكيد حلوة. ومن إمتى هاي القصة؟ مو من كتير. إن شاء الله ألف ألف مبروك يا رب. الله يبارك فيكي ويخلي لي إياكي. مبروك لموش. الله يبارك فيكي حبيبتي، عبالك إن شاء الله. آمين. شو حبيبتي؟ شايفتك كأنه ما تفاجأتي. أنا بدي أتفاجأ، نحن عم نطبخها سوا أساسا. يا ملاعين، أنتوا طابخينها؟ ماشي. ما
برد الاكل. نحن بنتشرف يا ست نجاة نطلب ايد الانسه لما لا ابننا معتصم. حبيب قلبي معتصم هو ولما بسعر هاله وبحبهم كثير، وهن اثنين معجبين ببعضهم وهن اثنين موافقين على بعضهم. يا رب يوفقهم الهي ويسعدهم يا رب. الله يسلمك يا سيدي. نقرا الفاتحه عن التوفيق. نقرا الفاتحه. بسم الله. مبروك يا ابني. ان شاء الله مبروك. مبروك يا بنتي. مبروك يا هلا. الله يبارك فيك يا هلا. مبروك ما تنسين. الله يبارك فيك. عبالك يا هلا. يلا خلينا نسمح حالي. يلا مع بعضنا صندوق مع بعض. شرف شرف على الريس. شرف. الف مبروك. خليني اصور لكم لك شوفنا نظرة لعندي شوي. شو حلوين صورة تانية. شو لابقينا بعض حلوين. تسلمي. صور حلوين. ماما لا تتلبى. ماما والله والله مخطوب. وآخر مرة. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيك. ألف مبروك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. عبالك. تسلم. مبروك يا ابني. مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا. ان شاء الله عافية. ألف مبروك حبيبي. مبروك يا عمي. مبروك ما حبيب قلبي. الله يبارك فيك. عبالك يا هلا. مبروك. مبروك. الله يبارك عمي. الله يبارك عمي. صار هيك اصطدام بقى بين بعض. مبارك عمرك. مبارك عمرك. ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا حبيبي. شو رايكم تقعدوا جنبي؟ تفضل. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك علينا نحن. الله يبارك فيك يا رب. امبارح كانت خطبة لما معتصم. جد ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك ونفرح فيك. ان شاء الله قريبا. ايه وامتى العرس؟ امتى رح يتزوجوا؟ بعد شهر. وين رح يسكنوا؟ ببيته لمعتصم. قصدك ببيت اهله يعني؟ لا لا، معتصم عنده بيت لحاله. اه. بنت عمك لسه بدها تضل مأجرة البيت؟ ايه اكيد. طيب سؤال، فكرة تبيعوا شيء؟ ما بظن. ليش عم تسأل؟ يعني عم فكر اشتري بيت حياة. ايه بس بيتها كثير غالي. قديش يعني؟ مو اقل من 20 مليون. قولي لا، شو 20 مليون؟ هدول بس بشوفهم بالمنام تبعي انا. ليش انت قد ايه مصاري؟ يعني والله بخجل اقول لك حقيقة. بحدود 3 مليون ونص. وليش بدك تشتري بيت؟ والله بدي اتجوز. طيب شو رأيك تستأجره؟ مو على أساس هي عاطية كلمة لجماعة؟ يا جماعة مسافرين، وينك وين ليرجعوا؟ طيب ما عندي مشكلة، بالعكس يعني إذا بتحكي لنا معاها بتفوتي بيناتنا واسطة بتكون ممنونك. إمتى بدك إياه؟ يعني شي شهر زمان. إيه تكرم عينك، اليوم لسه بحكي لك معه. تسلم عينك، تفضلي. تفضل. ضحكي. هلا أنت شو عم تحكي؟ مستحيل طبعاً يصير هذا الشيء. ليش مستحيل؟ أنت ليه ما ترضى على الفكرة؟ فهميني. لأنه أعطينا كلمة للزلمة ودفعنا رعبون، مو معقول نجي هلا نسحب كلمتنا. يا حبيبتي إذا خايفة أزعل معتصم لا تخافي، ما رح يزعل. لا ستي، مو معتصم. لكان شو؟ ما بدك يعني أقعد ببيتك؟ لك هلا الشبك؟ اصحي بقى. من شو بدي أصحى؟ يا حبيبتي بركي مو أنتي مقصودة بالعروس. مستحيل، كل شي صار بدل هالشي. لك كيف مستحيل؟ واحد رح يتجوز بعد شهر، لهلا ما فاتحك بالموضوع؟ إيه عم بلمح. يحرق دي بالتلميح. هلا بشو عم يلمح؟ لا تقلي لي القصيدة. هلا انت كنت تشجعيني عليه، وهلا لما عرفتي اني صرت حبه صرت تلوميني. حبيبتي انا بعترف اني غلطت، بس انا كنت حابة اشوفك مبسوطة بصراحة اكثر. توقعت تحبيه بهي السرعة. هلا انا ما بدي اياكي ترمي حالك عليه، ولا بدي اياكي تعيشي الصدمة. افتتاح محل الورد بعد 5 أيام، رح أعزمه.
حاولي انت ومعتصم تسحبوا منه حكي. ماشي حبيبتي، انا بتمنى احساسي يكون غلط. ايوه حسب لي اياهم كلهم بسعر الجمله، وقف الواحد ب 5000 بس. حلوين كثير ما هيك؟ ايه عن اذنك شوي. يلا حبيبي ما بدك تقطعي الجاتو بقى؟ يلا هلا دقيقه بس لانه هسه جايته. هلا يلا بقى ما بدنا نقطع الجاتو. يلا خلينا ننطر بس شوي الله يخليكي. طيب ماشي. وينه صاحبنا؟ يلا ما بقى الا يجي هلا. شو ما بقى الا يجي؟ العالم عم تستناك تقطع الجاتو. لسه في وقت. اي وقت هلا؟ هلا انا اسف ما رح اقدر اجي، عندي مشوار ضروري كثير. هات لي شوف. اسمعي طلعي فيني، خليكي قويه، اوعك تنزل لك دمعه. هلا بس نروح على البيت بتبكي قد ما بدك. هلا تفوتي قدام العالم وتقطعي الجاتو ولا كانه صار شيء. هلا خليكي قوية مثل ما بعرفك. ايه يلا حبيبتي شدي حالك. يلا دسمي. يلا تفضلوا يا جماعة نقطع الجاتو. يلا تفضلوا يا جماعة تفضل بابا. انا ما بقول لك شكرا. صباح. بعرف انك زعلانه مني بس صدقيني صار معي ظرف وما قدرت اشي، بس بكل الاحوال هي هديه متواضعه حطيها عندك بالمحل. شكرا. هلا هي الطريقه بالشكر بتدل انك زعلانه وزعلانه عن جد. ماني زعلانه. طيب انت عادي وانا قاعد بدي اشرب قهوه. بلا. ألو لو سمحت واحد قهوة. شكرا. ليش ما بدك تشربي؟ شربت كثير اليوم. ايه واضح. وشكلك بكياني كثير كمان. لا لا ابدا بس ماني نايمة. لا مو صحيح. من أول ما فتت لعندك وشايف دماتك على خدك. ما كنت رضيان أسألك، قلت لحالي بتحكي لحالك. بس هلا مضطر أسأل. شو بكي شو صاير معك؟ لا 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 شو بكي هلو؟ ليه هيك عم تبكي؟ لو سمحت تبني بحالي. يعني ايه انا ما بدي اضغط عليكي بس صدقيني ما في اي شيء مستاهل لحتى تنزلي دموعك كرماله. معك حق. طيب بالمناسبة بدنا بس كنت جاي لعندك لازمك على مسيرتي الشعرية بكره المساء الساعة 7:30 بالمركز الثقافي مشوى دمار. بتمنى تجي وما تردي ليها واحدة بوحدة لأنا ما جيت على افتتاح محلك. إن شاء الله. باي. صار مع بنت عمك مشان البيت؟
هلا بصراحة طلعت قاعدة رعونة من العالم، مو حابة تخسر بخاطرهم، خصوصا وقتهم ضيق، وبتعرف انت البيوت هالفترة كثير صعبة. لا ولا يهمك، خلص مسوء حظي، دور على غيره. أنا بصراحة كنت جاي مشان أتشكرك على هدية كثير حلوة، يسلم إيديك. لا لا لك هالهول، لك أنت كل يوم بتهديني أحلى هدية بالعالم هي ضحكتك. المهم رح تجي على مسيرة الشعرية تبعي ولا لا؟ إيه أكيد جاي. بتعرفي شو بتمنى تعزمي لما ومعتصم كمان. وليش بقى؟ لأن الشعراء الجداد بيحبوا يعملوا دعوة عامة ويعزموا كثير عالم لحتى يصدقوا حاله إنه هذا جمهورهم، بيكذبوا الكذبة ويصدقوها. لا مو هيك القصة أعوذ بالله، بس يعني بيهموني لأنه من طرفك. عم بمزح معك، بس ما قلت لي قد ايه تدفع على الواحد؟ شوفي هو على الراس 25 بس كرمالك 1000. لا لا عم بمزح، رح جيبهم أكيد ولا يهمك، بس بشرط تشربني قهوة. تكرمي. يا فادي نين سادة لعندي على المكتب، بس لا تجي قبل بوقتك. يلا السلام. هاي اهلين، كيفك؟ اهلا وسهلا، نور المحل. طمنينا كيف الشغل؟ والله لسه ما بين خيره من شره. شو هالفازة الحلوة؟ امتى جبتيها؟ هي اجتني هدية اليوم للمحل. ايوه من مين؟ ومن يعقوب. ايوه يعني هي رسالة اعتذار؟ ما بعرف بجوز، بس اسمها هدية. طيب خبرتيه عن البيت؟ ايه خبرته، وعلى فكرة هو عازمكم انتو اثنين بكرة على اول امسية شعرية لإله. لا لا دخيلك، ما لي مصلحة بهالأمور منوب. طبعاً أنا إذا ما رح معتصم ما فيني روح. شو هالسؤالي أنتو اثنين؟ عمو ما أغلصكن، والله إذا ما بتروحوا لبطل أحكي معكن. طيب تكرم عينك، أنا كرمالك رح أروح. وأنا كمان، أمري لله. هلا؟ أنت بتحبي لي يعقوب؟ بصراحة، إيه. طيب، أنا بكرة بعد الأمسية الشعرية عملكن عزيمة، رح أعطيه فرصة إذا عنده حكي يحكي. اوكي ماشي. انت مطولة بالمحل؟ لا يلا ليتني بدي سكر امشي معكم. ها يلا على السريع لانه جاي على بالي استخ نفس ارجيني مع كاسة مادة. يسعد مساكم، بسعدني حضوركم جميعا. هي اول امسيه شعريه لي بعد نشاطي الجامعي، وحقيقه اليوم بدي اقرا قصايد من ديوان جديد يعني نضج من كم يوم وصار بالمطابع عم يتهيأ للنشر بالمكتبات. عنوان الديوان على اسم حبيبتي واللي رح تصير شريكه عمري بعد شهر، ريم. مالك يا عصام؟ لا تخليش بس. ديوان بعنوان ريم على اسم حبيبتي يحتوي على قصيدة واحدة فقط بالفصحى رح أختتم فيها الأمسية، بعنوان حسناء زهراء، إهداء لهي الحسناء. افتتح الأمسية بقصيدة من الشعر المحكي بعنوان كانت عيونة. كانت عيونة عم تحكي حكاوي عن عمر الصبا والخجل بالحلا الدالي. كانت عيونة عم تحكي حكاوي زراء السما بنص النن ضاوي، مع كل رفة رمش قلبي بيهجر شمالي ويفرش حاله عطريق شفتها خمر ومن شلال الريق
اشرب انا العمر. يا حسرتي نصيبة طيب الزهر وانا نصيبي بس السكر. وتبلش عيوني تلعب لعبات ولاد طميمة وعيش وسبع بلاطات وولد بقلب الليل تعب وضاع بسفل الحارات. والضحكة والضحكة وش بنوتة بعمر العيد بمقعد مدرستها عم بتردد النشيد عن الوليد والشهيد وعيونها عم تحكي حكاوي عن ولد ضايع بين الحواري. صدقني هي أكبر العلامات عن يوم الميعاد بعد ما ربي خلق هالضحكات. صدقيني ما في ولادة إلا من بعد الطلقات. رح ترجع يا شام تجيبي ولاد جداد وتهديهم هالضحكات وأنا اللي قلت هيك رب فكرات. القصيدة التالية بعنوان عيون حور. يخرب عقل عيون حور وحدة نار وحدة نور. يخرب عقل شفافة ورد هن شقى وهن سعد. يا أمي بريئة سر شفي حلو وشفي مر. بس يا أمي مشوارها طويل خطوة دغري وخطوة ميل. يا ويلي اسمها سحر تكي حقيقي وتكي شعر. يخرب عقلها يخرب عقلها كل فصول برد قاسي ونفى خجول. يا ويلي شو عمرها عتيق منا العدو ومنا الرفيق. بس يا أمي عش أهم شوية دوا وشوية سم. ويا أمي قربة حلم نص حرب ونص سلم. شو بتشبهك يا أمي شو بتشبهك يا أمي سماها حمام رف غربة ورف شام. الله الله الله. حبيبتي قومي حاكيني بركي بترتاحي شوي. لا تعملي حالك نايمة أنا سمعانة صوتك إنك عم تبكي. حبيبتي بعرف إنه صعبة بس والله البكي ما رح يحل الموضوع. هلولي قومي حاكيني شوي. خلص أنا ما بدي ضايقك بس اليوم رح نام جنبك وما رح حاكيك شي. حكم الهوى وشرد غيم تشرين. حكم الهوى
وتفرقوا الحلوين. لو ما الهوى ما بيضحك الياسمين، لو ما الهوى ما بيفرح الحزين، لو ما الهوى. مرحبا الهول. أهلين. شو الأخبار؟ الحمد لله. إن شاء الله طول يا رب. كيف خطيبتك؟ ممتازة وبتسلم عليك كتير. عطفت لك هدول وردات لألك مبروك الخطوة. كلك زو، إن شاء الله بنفرح فيكي. شو بقى إيدك هيك مجروحة؟ ولا شي، انجرحت وأنا مقطف الورق. جنيور جنيور. طيب شكي، هي بإيدك ساوية. ليش ما سويتيهم بالمقص؟ لو قصيتهم بالمقص ما كنت انجرح. ما فهم. ما بالضرورة تفهم. تصدق. وليه ما خبرتني انه عندك حبيبة حلوة هيك؟ شلون ما خبرتك؟ بالغدا لما كنا عندكم بالبيت قلت لك، ولما طلبت استأجر بيت لما كمان اجيت خبرتك. قصدي يعني ليه ما جبتها وعرفتني عليها؟ هيك قصدك؟ لا، ريم بتغار علي من اسم الطايرة وما بحب اخسرها حقيقة، يعني انا مستعد اخسر الدنيا كلها كرمال خسرت اهلي. صحيح، انت شو قصتك مع اهلك؟ كل مرة بتقلي بدي احكي لك وما حكيت لي ولا مرة. هذا يا ستي، اول ما فتت على الجامعة كنت حب بنت عمي لوجين. نحن وصغار درسنا بالمدرسة سوا وبعدين أخذنا البكالوريا سوا. أنا درست هندسة زراعية وهي راح تدرس طب أسنان. لما صرت بالسنة الثانية خطبنا. فجأة هيك بتطلع بحياتي ريم. تسلم قلبي. ريم دارسة حقوق وبتكون بنت عم حدا من رفقاتي واخت خطيبته. مثل العادة بتعرفي الشلل بصيروا يطلعوا مشاوير مع بعض. شوي شوي صرت أحس بمشاعر اتجاهها. بعدين تأكدت اني بحبها. طيب ولوجين بنت عمي؟ لوجين بنت عمي يبدو كانت حب المراهقة اللي مستحيل ينضج. بس لما تعرفت على ريم تأكدت انه مشاعري نضجت وانه هي خياري الحقيقي. لما تخرجت رحت صرحت لوجين بالموضوع. تركنا، تدخلوا اهلي واهلها وصارت مشاكل. وبابا اللي بغضب عليك اذا ما بتتزوج لوجين قدام كل الضيعه. انا كردت فعل طبيعيه تركت الضيعه. كمان بابا كردت فعل طبيعيه حرمني من الورثه وسجل كل شيء باسم اخواتي على الحياه عينه. والانكى من هيك انه حرم العائله كلها تحكي معي، لا امي ولا اخواتي. اوف، خسرت اهلك كرمال حبيبتك؟ لك ايه طبعا، هلا ما في احلى من الحب. جد روحي جربيه وشوفي كيف. يعني انت بتوصلي لمرحله ما في داعي تتنفسي لانه هو عم يتنفس، وحتى ما في داعي تشوفي لانك انت عم تشوفي من خلاله. ولوجين نسيتها بهالسرعه؟ بصراحه اكتشفت انه حبي لوجين هو حب اخوي. يعني مثل ما بيقولوا كنا متعودين على وجودنا بحياه بعض. بكل الاحوال هلا هي تزوجت ابن عمي الثاني. طيب تتهنوا. استاذ يعقوب انا بدي اخذ اجازه اسبوع كامل. اوف، ليش؟ مسافرة أنا وأهلي على الضيعة. في شي ولا بس هيك؟
لا ما في شيء، مجرد هيك استجمام. طيب ما بدك تحضري خطبتي؟ ليش ايما؟ يعني بعد 3 أيام. لا بكون سافرت. تتهنوا، انا صار لازم اقوم. الله معك. حكم الهوى وشال.